لقنا بكم مستمعينا، مازال مستمر دائما من خلال فقرتنا المتنوعه في برنامج لمولاتي، ومعنا خبيره الشعر والتجميل حوريه شويخ. اهلا بك حوريه، مرحبا. الله يبارك فيك، صباح الخير سناء. صباح النور للمستمعات المستمعين وكل مدير من غاديو، ورمضان كريم. الله يبارك فيك، مبروكه ورمضان كريم. بارك الله فيك، شكرا لك بزاف، وتحيتنا لك حوريه. اليوم غادي نتكلموا على كيفاش نعتني ونعالجوا الشعر ديالنا ونغديوه، لانه كنعرفوا على انه مع يعني فصل الصيف ومع التغيرات يعني في الحراره وفي الجو، كنعرفوا انه الشعر يعني كيضر بزاف، وخاصه وانه السيدات في الغالبيه ديالهم كيبقاو دائما يعني في السشوار، في البروشينغ، يعني في ترطيبات اللي مصنعين مثلا كيديروهم خلال فصل الشتاء وخلال العام كله. فكنجيو في هذا الفصل كيكونوا اصلا يعني الشعر متضرر، بالاضافه على انه دابا مع البحار، مع المياه ديال الكلور، مع درجه الحراره اللي كتكون يعني مرتفعه، هذو كلها تغيرات اللي كيضروا بالشعر. فاليوم نبغيو نعرفوا شنو النصائح اللي ممكن تقدمي للسيدات كيفاش يعتنيوا بالشعر ديالهم، وعاد من بعد ان شاء الله نمشيو للاقنعه الطبيعيه اللي وجدتي لنا واللي دائما مكونات طبيعيه واللي حاضره في كل كوزينه وفي كل دار. بالفعل سناء، غالبا النساء كيتجاهلوا بعض النصائح في فصل الصيف للعنايه بالشعر، وهذا اكبر غلط، لان الشعر فروه الشعر كتاثر بشكل كبير في هذا الفصل الا ما عرفناش كيفاش نتعاملوا معها، وخاصه الشعر الدهني، لان الشعر الدهني في فصل الصيف كتكون الحراره والمسام ديالها كيكون مفتوح، مع الافرازات الدهنيه ما كتكونش مقاده، يعني كيكون الافراز في الدهون، وهنا المسام كيتحل مع ارتفاع الحراره، وهنا كيوقع التساقط ديال الشعر، كيوقع اعراض اخرى في الشعر ديالنا. لهذا الشعر في فصل الصيف كيحتاج واحد العنايه يعني دقيقه، ونتجنبوا بزاف ديال المعامله اللي كنتعاملوا مع الشعر ديالنا، خاصه مجفف ديال الشعر، لان الحل كيكون سخون. يكفيو ان نشفوا الشعر ديالنا بطريقه طبيعيه، فوطه ديال القطن، ونخليوه ينشف، راه في رمشه العين كينشف، يعني في ظرف وجيز كينشف، بلا ما نلتجئوا للمجفف ديال الشعر، هذا خطا. ثانيا، بعض الاقنعه اللي كتكون فيها مواد كيماويه ومواد حافظه، وداك الاقنعه كيكون واحد التفاعل بها ما بينه وبين اشعه الشمس، يعني كتعطينا اعراض ديال التساقط، الجفاف، التكسر ديال الشعر، دي كلها اعراض كتبان مباشره ملي كنوصلوا الشعر ديالنا، ملي كنديروا هاد المواد المواد يعني ديال الصباغه ولا الترطيبه ديال الشعر فيها مواد كيماويه ولا مواد حافظه. بالنسبه كذلك الغسل ديال الشعر، غالبا الناس ما كيعرفوش كيفاش يغسلوا الشعر ديالهم، وخاصه نسمعوا على الشعر كيكون يعني ساهل، يعني شكون ما تعرفش يغسل الشعر ديالو، ولكن كاينه طريقه صحيحه الا بغينا نغسلوا الشعر ديالنا في الصيف. يعني الناس اللي كيمشيو للمسابح واللي كيمشيو للبحر، داك المياه كلها كيكون عندها واحد التاثير سلبي على الشعر، وخاصه الناس اللي كيستعملوا بزاف المسابح، لان داك الماده ديال الكلور ما كتكونش يعني ما كنقولش انا ما كنعممش، وانما بعض المسابح ما كياخذوش القياس اللي خصو يكون في لابيسين ديال الكلور، وداك الكلور كياثر بشكل كبير على الاطفال، وكياثر بشكل كبير على الوجه ديالنا، وكياثر بشكل كبير على الشعر. لذا كنصح الناس ان قبل ما يمشوا للمسبح ولا قبل ما يمشوا للبحر، يحاولوا يديروا واحد الاقنعه طبيعيه اللي كتحد من هذه المشاكل، واللي كتحافظ لنا على لاكيغاتين ديال الشعر الطبيعي، لان لاكيغاتين ديال الشعر الطبيعي في فترة الصيف الا ما عرفناش كيف نحافظوا عليها، راه كتمشي وكتمشي يعني، وكيولي الشعر عندنا ناشف، وهي ديك الماده هي اللي كتكون ضروريه باش كتحافظ لنا على الليونه وعلى الرطوبه ديال الشعر وبما فيها البشره، يعني البشره والشعر. حنا اليوم عندنا غنتكلموا على الشعر. بالنسبه قبل ما نمشيو للحمام، دابا حنا كنعرفوا هذا الفصل كاين الفواكه، كاين الخضر بكثره موجوده، نستغلوا الفواكه الاقنعه وفي الشامبوانات ديال الشعر قبل ما نمشيو للبحر. ويكون عندنا الكريم الاساس اللي غادي نركزوا عليه اليوم، هو البيغ دو كاريتي، يعني زبده الكاريتي، وكذلك زبده الشيا والشمع ديال النحل والجزر، غادي نستعملوهم في الكريمات الواقيه ديال الشعر باش ما يتعرضش للمشاكل ديال التساقط ولا المشاكل الاخرى اللي كتبان على الشعر، المشاكل الفجائيه. بالنسبه للبطيخ، دابا راه كاين الدلاح، راه كاين هذيك القشور ديال الدلاح والقشور ديال البطيخ، بالنسبه للشعر الجاف ولا الشعر الدهني كاين اضافات، يعني كناخذوا ديك القشور ديال الدلاح ولا القشور ديال البطيخ، كنقطعهم طرفات صغار، كنحاولوا نسلقوهم نص سلقه في نص كاس ديال الماء حتى كيتسلقوا مزيان جد، لان نقدروا نطحنوهم. ملي كنطحنوهم كناخذوا واحد الكميه ديال الكاس مع تقريبا، الا كان الشعر دهني كنديروا معاه المعلقه ديال العسل الحر ومعلقه ديال الورد البلدي،
معلقه ديال العسل الحر ومعلقه ديال الورد البلدي مع هاد القشور ديال الدلاح ولا البطيخ، كيكون كنحصلوا على واحد الكريمه كندلكوا بها الشعر ديالنا. قبل ما ندلكوا الشعر ديالنا كنحاولوا نشلوه بواحد الشله خفيفه بشامبون طبيعي وما نشفوش بالسيسوار، يعني يكون فازك ونديروا داك المكون نشفوه شويه بالفوطة وكنديروا هاد الكريمه هادي نخليوها ساعه ساعتين وكنغسلوا الشعر ديالنا ونمشيو يمكننا نمشيو للبحر. بالنسبه للشعر الجاف هاد المكون كنخليو الورد البلدي ونخليو القشور ديال الدلاح ولا ديال البطيخ، اضافه اللي كنزيدو كنزيدو زيت زنجلان ولا زيت البلديه يعني ثلاثه المعالق كبار. مع هاد المكونات كندلكو الشعر ديالنا والفروه ديال الشعر ونخليوها واحد المده ديال ساعه ومن بعد كنشلو ونمشيو للبحر. هي الشامبو اللي كيكون حاضر عندنا في هاد اللحظه هادي، مجرد ما نغسلو ما نخرجو من البحر ولا ما نخرجو من المسبح يكون واحد الشيله خفيفه على الشعر بالقشور ديال الدلاح ولا القشور ديال البطيخ، يعني واحد الكميه ديال الكاس كنطيبوه جوج كيسان ديال الماء ونصفيو داك الماء وكنديروا معاه جوج معالق ديال الشامبو الاطفال. هذا هو الشامبو اللي نديوه معنا للبحر ونديوه معنا للمسابح، يعني هذا هو الشامبو نغسلوا به حنا نشلوا به الشعر ديالنا ونغسلوا ونشلوا به الاطفال. ملي كنجيو في الليل غالبا كنلقاو راسنا عيانين يعني كنحسوا بواحد السخونيه في الفروه ديال الشعر، نتجنبوا جميع الاقنعه اللي كتزيد لنا في الحده ديال السخونيه ولا في الحده ديك الاقنعه اللي كتكون شويه سخونه، كنحاولوا نرطبوا البشره ديالنا بالفروه ديال الشعر مكونات طبيعيه وبسيطه. الى رجعنا كناخذوا الشمع ديال النحل، يعني كناخذوا واحد الكميه ثلاثه المعالق كندوبوهم بماغي كنضيفوا لهم ثلاثه المعالق ديال الجزر ولا اربعه المعالق ديال الجزر، يعني غير الماء ديال الجزر، كنخلطوا هاد المكونات مع جوج معالق ديال الماورد، يعني الجزر والماورد والشمع ديال النحل. هاد الكريمه هادي كنحاولوا نخلطوها في حمام مريم كنحاولوا ندلوها ندلكوا بها الشعر ديالنا ونخليوها ساعه ساعتين ونوصلوا، يعني هذا واقي اللي كيحافظنا على الكيراتين الطبيعي ديال الشعر واللي ما كيخليش الشعر يتقصف ولا يوقع في داك الاضرار اللي من بعد السباحه. تكلمنا على الشامبوان، تكلمنا على كيفاش يعني ندلكوا الفروه ديال الراس. بالنسبه للسيدات اللي بغاو انهم يغذيو ويحميو الشعر ديالهم يعني باقنعه ولا مثلا حمام زيوت ولا كريم اللي ممكن انهم يديروه على الشعر ديالهم ويغطيوه يعني بفوطه سخونه معصوره كيف كنديروا دائما ويستافدوا منه واحد ساعه ولا ساعتين ولا ثلاثه ديال الساعات، ومن بعد عاد ممكن انه مثلا يدوشوا ولا مثلا مره في الاسبوع. بالنسبه لنا ننصحهم يديروا زيت جوز الهند، يعني زيت الكوك ناخذوا واحد جوج معالق مع صفر بيضه بلديه معلقه ديال العسل الحر، هذا تغذيه طبيعيه للشعر كيعطي واحد اللمعان وكيعطي واحد الرطوبه وكيحد من ديك الافرازات اللي كتكون زائده على الفروه ديال الشعر. يعني كنخلطوا هاد المكونات وكنديروها ومن بعد كنسخنوا واحد الفوطه حتى كتسخن شويه ديال القطن وكنلفوا بها الشعر ديالنا مده ساعه ساعتين نوصلوا الشعر ديالنا. غير هنا نحاولوا الخضر اللي نركزوا عليها في هذا الفصل هذا واللي نركزوا عليها في الاقنعه ديالنا، دابا قلت الدلاح والبطيخ والخضر، بالنسبه للخضر وهي اللفت كناخذوا اللفت ونركزوا على الانواع ديالو وخاصه البشره الدهنيه، لان البشره الدهنيه كتاثر بشكل كبير الا ما عرفناش كيفاش نتغداو وكيفاش نديروا الاقنعه الخارجيه، لان الاقنعه الخارجيه عندها علاقه مع مع التغذيه اللي كناخذوا باش كتكون واحد العلاج تكميلي. بالنسبه للفت، اللفت دائما باش كنستعملوها كناخذوا واحد اللفته وكنسلقوها شويه في الماء ونطحنوها ونضيفوا معها دقيق الشوفان ولا دقيق الذره، اما دقيق الشوفان ولا دقيق الذره، وكنديروها على الشعر كذلك واحد المده ديال ساعه ساعتين ومن بعد كنشلوا الشعر ديالنا. بالنسبه للناس اللي كيعانوا من ديك الدهون اللي كتكون مصحوبه بواحد الرائحه كريهه اكتفوا فقط. كيف ما قلتي مستمعه عندها الشعر ديالها ناشف بزاف، عاد بعثت لي بالاس ام اس، ولكن الفروه ديال الراس عندها دهنيه ومزيته. هاد القناع اللي عطيت دابا وغنزيد واحد اخر، يعني كناخذوا دقيق الذره دقيق الذره كنشلو الشعر ديالنا كنحاولوا نجيبوا الطحين ديال الذره وكنعمروه على الشعر ديالنا بلاص نديروا مكون اللي يعني معروف بلا ما نديروا هذاك نلتجئوا للمواد الطبيعيه احسن، يعني دقيق الذره كنعمروه في الشعر ديالنا ونلفوه بواحد الفوطه ما تكونش فاسقه ناشفه وكنخليو داك الذره كدير المفعول ديالها كتمص ديك الدهون الزائده باش ديك المسام كيتسد ولا الشعر كيتثبت في بلاصتو وما كيوقع لناش التساقط ديال الشعر، يعني دقيق الذره راه موجود في كل البيت ويمكننا نحدوا من هذا المشكل هذا. بالنسبه للكريمه اللي يمكننا نديروها للشعر الدهني في هذا الصيف، دائما خصنا العنايه يعني طول اليوم النهار كيكون طويل وعندنا الوقت باش نعتنيو بالشعر ديالنا، كناخذوا الكريمه اللي هي بسيطه وسهله، يعني كناخذوا جوج معالق ديال دقيق الذره كنطحنوا الذره مزيان كنديروا صفار بيضه بلديه وكنخلطوا بالماء ديال اللفت، يعني هذا قينا اعطى نتائج فعاله، يعني صفار بيضه بلديه والماء ديال اللفت ودقيق الذره كنخلطوهم ونديروهم على الشعر ديالنا واحد المده ديال ساعه ساعتين واخا نخليوه حتى مده اطول ما كاينش تخوف، من بعد كنغسلوا الشعر ديالنا ونشلوه عادي ودائما زيت الكوك يكون عندنا ندهنوا به الشعر ديالنا
الشعر الكبار والاطفال ديالنا. كاين زين الزغبه بواحد الشكل اللي هو عجيب صراحه، وخاصه الا كان يعني من مصدر يعني موثوق او صايبنا في الدار او لا، كي زيت الكوكو يعني فعال جدا بالنسبه للشعر. بالنسبه قبل من واحد السؤال جاني واخا ماشي في الشعر، بالنسبه للاطفال كاين بعض الاطفال كيتاثروا بالضربات ديال الشمس كيعطيهم ديك الاحمرار، وبعض المرات وخاصه ديك الاطفال اللي كيكونوا اللون ديالهم ابيض بزاف كيتاثروا بزاف. كناخذوا غير القشور ديال الدلاع، كناخذوا واحد جوج طروفه ديال قشور الدلاع وكنسلقوهم شويه بخمسة دقائق، كنطحنوهم ونضيفوا لهم ما ديال الجزر، يعني الا خدينا كاس كنضيفوا اربعه المعالق ديال الماء ديال الجزر ومعلقه ديال العسل الحر ومعلقه ديال الورد البلدي، كنخلطوا هذه الكريمه ندهنوا بها الوجه والجسم ديال الطفل ديالنا كله. من بعد ملي كنمشيو للبحر غير تشليله خفيفه وندهنوا الجسم ديال الطفل بزيت الزنجلان ويكون طبيعي. انا كنأكد على الزيوت الطبيعيه، لان بزاف ديال الناس سمعوا بعض القنوات داروا زيوت لوجه ديالهم، يعني زيت السلميه ولا زيت ازير، وخرجوا في الشمس وعندهم مشاكل دابا للبقع السوداء والحميره في البشره وعطاهم اعراض يعني صعيبه تزول. هنا كنصح السيدات الزيت الا ما كانش طبيعي 100% وما كنتي مصيبه انت بلا ما دير الوجه ديالك وتخرجي الشمس، راه كيعطي اعراض قبيحه على البشره كيصعب العلاج ديالها. لذا كنصح السيدات الوجه تجنب الوجه ديالك، كل ما تجي تخرج للشمس دائما واحد الطرونش ديال البطاطا تقطعو دوزو على الوجه ديالها، ولا طرونش ديال اللفتي دوز على الوجه ودير واقي شمسي يكون مشري من الصيدليه من الاحسن. مستمعينا غادي قبل ما ناخذوا المكالمات الهاتفيه، المستمعه البارح كانت وصلت معايا وسولت على انه البنت ديالها الشعر ديالها شويه حرش وعند هذاك الدرقه يعني محتفظه بها، وبغات الطريقه لترطيب الشعر بهذا المكون، وسولت كذلك على الدقيق ديال الشعير يعني واش مناسب للوجه عند البشره جافه وعندها الاثار ديال الحبوب على الوجه. بالنسبه لدقيق الشعير ماشي مشكل، ديروا على البشره ديالها باش تخلطوا مثلا باش تسلم منه بما عنده البشره ناشفه، بيضه بلديه صفر بيضه بلديه والعسل والعسل الحر ودقيق الشعير. بالنسبه للبنيسه باش دير لها الترطيبه بالدرقه، كناخذوا الدرقه نحكوها راه عارفه الطريقه، تاخذ منها كاس مع صفر بيضه بلديه وجوج معالق ديال الياغورت الطبيعي وجوج معالق ديال زيت العود، تخلط هذا المكون ديرو على الشعر ديالها تخليه واحد ساعه ساعتين، ومن بعد غسل الشعر ديالها. هي في الحمام اللي تغسل لها الشعر تحاول تاخذ الدرقه مع الحمام، ديك الماده الهلاميه هي اللي ديرها على الشعر بحال ديميلوغ، وتبقى واحد الخمسه 10 دقائق حتى 15 وتشل الشعر ديالها بلا ما دير الشامبوان هذا وداوم عليه. غير ملي تغسل الشعر تحاول دائما دلك لها بزيت الكوك، يعني زيت الكوك كيعطي واحد النتيجه فعاله، ومره مره دير لها زيوت يعني حمام زيوت، ماشي مشكل دير لها زيت الزنجلان ولكن يكون طبيعي، زيت اللوز زيت البلديه زيت ارغان، يمكن لها دير واحد من هاد الزيوت تعمر لها شعرها مزيان ودير واحد الفوطه سخونه على الشعر ديالها وتداوم على هاد العمليه يعني جوج مرات في الاسبوع حتى ثلاثه المرات في الاسبوع بالنسبه للبنيسه الصغيره، ولكن زيوت طبيعيه 100%. ناخذ اول مكالمه معنا ام وئام من سلا. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله ام وئام، مرحبا. شكرا، بغيت نسول الخبيره. اي تفضلي. على واحد النقع كنديرو بخصوص تخسيس البطن. شنو فيه؟ الكمون والقرفه والسنجبير وتنشربو. وعندي سؤال اخر عساك، هو الا كان ممكن تعطينا شي شربات بحال ما كان رمضان بخصوص تخسيس البطن ليك. واخا بالنسبه للكمون الكمون والقرفه والسكينجبير والقرفه يوميا، انا من الاحسن نقول لك تفادى هذه الخلطه هذه لانها مجهده وسخونه والتفاعلات كتقدر تعطي اضرار ولا تعطي شي حاجه في الجسم ديالنا، ماشي يعني شي حاجه. المهم من الاحسن ما تخلطش، تاخذ السكينجبير بوحده وتاخذ القرفه بوحده وتاخذ الكمون بوحده، يعني كل نهار دير الكمون ويمكن لها دير معها الحامض، القرفه تاخذها بوحده معلقه راها كافيه صغيره في كاس كبير ديال الماء راها كافيه، والسكينجبير راس معلقه في كاس ديال الماء راها كافيه، يعني مره في 3 ايام مره في 4 ايام كتنوع هاد الخلطه هاد المكونات وما تخلطهمش وما تشربهمش يعني كل نهار، حاول تتفادى الشرب ديالهم كل نهار جوج مرات ثلاث مرات في الاسبوع راها كافيه. ودائما يكونوا مخفين يعني بلا ما يكونش يعني بكميات مجهده دائما الماء كثير. دابا بعض الناس كيسمعوا التخفيف ديال العصير كيضعف كيضطروا يديروا كميات كبيره، وداك الشيء كيعطي بعض الامراض وكيعطي بعض الاضرار على البشره ديالنا، ويقدر يبان حميرار يقدر يبان عياء يقدر يبان ارتفاع ديال ضغط الدم. دائما استشاره مع الاختصاصي ديال التغذيه باش كيعاون شويه بالنصائح ديالو، ما نبقاوش نديرو شي حاجه اللي حنا ما عارفينهاش، لان غير باش نوصل المعلومه للمستمعات الخبير ديال التجميل
ولا الخبيره ديال التجميل ما يمكنلاش تصحح بعض الاخطاء اللي كتكون ناتجه على المرض. يعني ملي كيكون مرض عضوي داخلي خصنا نستشروا مع الاختصاصيين ديال التغذيه وكذلك مع الاطباء الاختصاصيين ديال الامراض. وبالنسبه للاقتراح السؤال ديالي الثاني اكيد ان شاء الله في نهايه الحلقه تقدمي لنا شربات اللي هما ممكن انهم يستافدوا منهم. معنا سعيده من تمارا. الو الو السلام عليكم اخت هناء. وعليكم السلام ورحمه الله. سعيده مرحبا. السلام عليكم بارك الله فيك. السلام عليكم الاخت حوريه بارك الله فيك. الله يجازيك بخير على كل شيء اللي كتقدمي لنا. كتخبري ما كاينه حتى حاجه بارك الله فيك. الله يجازيك بخير ويسهل امرك. الله يخليك. بغيت انا عندي واحد بغيت شي وصفه للشعر. بغيت نضرب زعما عصفورين بحجر. الشعر عندي ناشف وملي كندير الصباغه هكا كيماويه دائما الحكان وكيبقى يطيح شعري. بغيت زعما شي وصفه اللي او ميم طون ندير زعما شعري يكون ما ناشفش ونبغي شي لوين هكا بني غامقه. الا جات على خاطرك الله يجازيك بالخير. واخا بالنسبه للاعراض هذه اللي كتجيك من بعد الصباغه الكيماويه من الاحسن تجنبيها لان تقدر تعطيك مشاكل اخرى. التجئ الى الترطيبات الطبيعيين. راه كاين اللي يكون عندك هذا المشكل ديري صفر بيضه بلديه، ديري الشمع ديال النحال، ديري بور دو كاريتي يعني زبده الكاريتي زبده الشيا. يمكن لك ديري العسل الحر والزبده بلديه وخاصه الزبده ديال الماعز. يعني هذه كلها مرطبات كديري جوج مكونات وديرهم على الشعر ديالك. ودائما شلي الشعر ديالك عاد ديري هذه المكونات الطبيعيه لان كتستافد منها كتستافد منها الفروه ديال الشعر. يعني احسن ما ديرش معمركم ديروا مكون طبيعي ولا قناع طبيعي على الشعر يكون يعني ما مغسلوش مزيان. دائما نشلوه بتشيله خفيفه ونشفوه بالفوطه ونديروا قناع طبيعي. بالنسبه للصباغه، الصباغه الطبيعيه راه يمكن لك ديريها ودومي عليها راه كتعطي نتيجه فعاله مع المداومه. ماشي غديريها المره الاولى والثانيه، لا استمري فيها. كتقوي الشعر وكتحد من التساقط وكتعطي كثافه الشعر وكتضب الشعر. لا 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 الوصفات الطبيعيه ديال الشعر البني. يمكن لك ديري قشر رمان، يمكن لك ديري قشر دنجال، يمكن لك ديري القهوه سريعه الذوبان، يمكن لك ديري وقهوه سريعه الذوبان. انا يمكن لي ان نعوضها بالقهوه طبيعيه. يعني تمشي عند اي حانوت ويعطيك القهوه اللي مطحونه كطحني على يدك وتجيبيها، يعني ما فيها حتى شي اضافات. كتاخذي ديك جوج معالق مع معلقه ديال قشر رمان مع الشوكولات الطبيعي مسوس يعني ديال الشعر. كتخلطي هاد المكونات مع صفار بيضه بلديه، ثلاثه د المعالق ديال خل التفاح طبيعي وثلاثه د المعالق ديال زيت العود. هادي كنخليوها في واحد الانيه وكنمشيو للكسرونه كنديروا فيها معلقه ديال قشر الرمان ومعلقه ديال اتاي حبوب، يعني اتاي اللي كنعمر بها اتاي وجوج كيسان ديال الماء. كيطيبوا هاد الشيء حتى كنخليو جهد الماء اللي غنخلطوا بهاد الخلطه وكنديروا على الشعر ديالنا. نخليوها مده ديال ساعه ساعتين وكنوصلوا الشعر ديالنا الطريقه العاديه عاديه جدا. غير هي التشليله كنحاولوا نشلوا الشعر ديالنا بواحد المكون. بالنسبه الا بغيتي الشعر بني كتحاولي تشليه بقشر الرمان. الا بغيتي الشعر يعني شاتا بحال نقولوا حنا اللون اصفر يعني اشقر شويه، كناخذوا البابونج به كنشلوا الشعر ديالنا ونركزوا على الزيوت الطبيعيه. دائما المكونات اللي ضفتي يعني على اساس انه مثلا سواء اللي بغات تصبغ الشعر ديالها كيعطي اللون، واللي عندها اصلا شعر بني ولا زعر كيزيد يفتحوا كيتبتوا. واخا ناخذوا معنا هند من الحاجب. الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. هند السلام عليكم. لاله سناء مرحبا. الله يبارك فيك. شكرا. مرحبا. الله يبارك فيك. شكرا بزاف على هذه القناه. الله يجازيكم بخير. الله يبارك فيك. شكرا. مرحبا لاله. نسول لاله حوريه على زيت الكوك. زيت الكوك انا جربتها بالطريقه اللي كانت قالت لاله حوريه مي ما صدقاتليش. واخا اين الطريقه كي درتي؟ مع سنوات غلط ولا لا لا ماشي مشكل. الطريقه كميه ديال الماء طايب مع نفس الكميه ديال الكوك زلافه زلافه ودرتو فيه خليته حتى باش تخرجي الزيت. باش تخرج الزيت حيت المره الاولى ما غيخرج لكش مع المداومه. غادي تعرفي التقنيه، انت غادي تعرفي التقنيه ملي غتشوفي واحد الطبقه تكونت من الفوق هذيك هي الزبده ديال الكوك. ولكن على حسب الكوك غتشوف انت ملي غتشوفي ملي غتهرسي الكوك غتشوفيها واش مد ما مزيان ولا لا. حيت كاين واحد الكوك كيكون ناقص ديك الماء الداخل كيكون دي حاله ناشف ملي كتحليها ما كتلقاش فيها ديك الماء كثير. هذاك ما غتعطيكش الزبده. يعني انت غادي تشوفي بعض المرات كيتقبوا هما ديك الحبه ديال الكوك وكياخذوا الماء كتبقى تقريبا فيها غير واحد شويه بحال بدات كتنشف. خذي اللي عامره مزيان اللي كتحركيها في ودنك كتلقى فيها الماء الداخل. وحاولي خدي مشي بلاصه اللي معروفه يعني شي واحد يبيع لك تيقه فيه. حيت هما دابا ولاو كيعرفوا داك الماء ديالو مهم للشعر ولاو كينقصوا من ديك الكميه ديال كيهرسوها وياخذوا منها الماء. خليها بديك الجلده الغليظه، خديها بالجلده الغليظه حتى تجي للدار وهرسيها.
الحريه ولا خديت الكوك هكذاك يابس هذا ما يعطينيش النتيجه. لا الكوك خصك تاخذي الليميت دم بزاف، هادشي اللي قلت لك خصك تكون عندك تعليم. يعني دات الفاكهه وخذات الكوك لا غتاخذ الليميت دم بزاف، حيت حتى داك الكوك اللي فعلا كاين جوج الانواع، كاين واحد ناشف وكاين الليميت دم. خذي الليميت دم بزاف. اها واخا لا شكرا. سؤال ثاني الله يخليك. اها هذا بلا مش طنراتي كاين مشكل. بالنسبه لليدين هكذا حنا في المناطق الجافه، واش الا درت هكذا شي زيت في الدار ولا واش الاشعه ديال هذا كي كتاثر عليه ولا لا؟ من طبيعه الحال راه الا كانت الا درتي الزيت وخرجتي الشمس راه غادي يكحلوا يدك. ديري دائما القفازات هكذا غير في الدار، غير الاشعه هكذا اللي كيخرجوا يدخلوا من الشرجم ولا لا. انت حتى الليل دائما زوج نديروها بالليل ونطفيو الضوء دائما نديروها بالليل، ما جندلكو يدانا ولا الوجه دائما الضوء يكون طافي والبيت مظلم باش البشره كتاخذ الكافي ديالها وكتخدم بالطريقه ديالها العاديه. يعني حتى ديك الاشعه ديال الضوء راه كيعكر ذاك الخدمه ديال الخلايا ديالنا. اها شكرا بارك الله. ما كاين مشكل. ناخذوا بالنسبه للمستمعه كانت يعني سولت على عندها المشكل هو انه كتعرض لاشعه الشمس وبغات شي حاجه اللي تحمي البشره ديالها، يعني شنو المكونات اللي دير في الاقنعه الطبيعيه اللي غتحمي البشره ديالها قبل ما تعرض لاشعه الشمس؟ احنا عندنا مكونات، عندنا الشربات اللي كنستهلكوهم يعني شربات طبيعيين اللي ناخذوا دابا الدلاح راه كاين، ناخذوا العصائر ديال الدلاح ولا السويله كناخذوا في مثال الدلاح كناخذوا اللب ديالو كنديروه في الخلاط الكهربائي وكنطحنوه مع الليمون وكنشربوه كعصير. كاين الجزر كذلك كناخذوا الجزر كنحكوا الجزر وناخذوا الماء ديالو وكنديروا مع ربطه ديال الخس، هذا عصير يعني الجزر والخس. بالنسبه للشربات، الشربات كتساعد للتخسيس وكذلك الحد من جميع المشاكل اللي تقدر تبان على البشره في فصل الصيف. كناخذوا اللفت الابيض، كناخذوا ربعه ديال اللفت الابيض وكاس ديال دقيق الذره، ربعه ديال اللفت الابيض وكاس ديال دقيق الذره، كنطيبوا هذه المكونات ونطحنوها وكنسموها بالزعتر ولا بالحبق. هذه الشوربه يمكننا نتعشاو بها بالليل، كتساعد في التخسيس وكذلك في الحد من الافرازات الدهنيه وكتحافظ على الدهون ديال البشره كيبقاو بطريقه طبيعيه. بالنسبه للشوربه اللي احتاجت السيده للتخسيس، احسن حاجه بالنسبه وعن تجربه يعني كتاخذ القرعه الخضراء كتاخذي منها نص كيلو مع دنجله وحده، نطيبوا هذه المكونات ونسموها بشويه ديال الازير ولا الزعتر ولا الحبق اللي عندنا. وهذه الشوربه يمكن ناخذوا منها جوج زليف ثلاثه زليف في الليل وما نتخوفوش منها، يعني كتساعد بشكل كبير في التخسيس. بالنسبه للعصائر اللي يمكن كذلك نضيفوها، كناخذوا مطيشه جوج مطيشات كنسلقوهم في الماء كنخليوها في الماء ديالها كنطحنوها في الخلاط الكهربائي وكنضيفوا معها معلقه ديال العسل الحر وتقريبا واحد راس معلقه ديال الازير. هذه راه فعاله، ناخذوها على شكل عصير ولا شكل شوربه. هذه ما الشربات اللي يمكن لينا نعطيهم واللي مفيدين بزاف وخاصه دابا مع ودائما المطيشه تكون حاضره عندنا في الاقنعه ديالنا خلال موسم الصيف. يعني كناخذوا واحد مطيشه نقطعوها ونديروها تقريبا واحد نص سلقه، ما تسلقش بزاف، ما نديرولهاش الماء غير شويه تصهد جوج معالق ديال الماء، كنطحنوها ونديروها كقناع على البشره ديالنا وناخذوها، وخاصه خديناها مع ضفناها مع الزريعه ديال القرعه، يعني الزريعه ديال القرعه الحمراء كناخذوا ديك الزريعه الحمراء كنطحنوها وناخذوا منها معلقه ونضيفوها مع عصير ديال مطيشه بعد ما سلقناها وطحناها، كنديروها كقناع على البشره ديالنا واليدين ديالنا لان كتحد من ديك الضربات ديال الشمس. بالنسبه للاقنعه الخارجيه، دائما قبل ما نخرجوا نحاولوا ننظفوا الوجه ديالنا، يكون عندنا واحد البخاخ بالماء ديال البطيخ ولا الماء ديال الدلاح والماورد، يعني نفس الكميه في البخاخ نوضوا في الصباح ونرشوا بها الوجه ديالنا ومن بعد كنمسحوا بالقطن وكنرشوا بالماورد يكون طبيعي. والناس اللي ما عندهمش الماورد طبيعي في الدار يمكن لهم ياخذوا غير الورد البلدي، كنكبوا كاس ديال الورد البلدي كنكبوا عليه جوج كيسان ديال الماء طايب حتى كيطلق مزيان، والورد البلدي كيساعد على علاج البشره من الحساسيه وكذلك سد المسام وكيحد من الافرازات الدهنيه، لان الورد البلدي معروف عليه كيدخل دائما في المواد التجميليه وكنديروه في الاقنعه ديالنا الطبيعيه. شو ناخذوا معنا ايمان من سماره. الو ايمان. الو 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 ايمان. الو الو كنسمعوك في الراديو بس سمعينا مزيان. يلا تفضل ايمان. اييه كنسمعوك مزيان، تفضل ايمان. الحمد لله الله يبارك فيك، شكرا لك ايمان، مرحبا. وحنا مدوينين على اذاعه سميدة. بالخير بالخير، مرحبا بكم، مرحبا. تفضل ايمان. بغيت نسول خبير الشهر. اييه تفضلي.
عفا قول لها انا عندي حبوب رقيق في الوجه ديالي وشعري حرفي شويه. شوف العمر ديالك 14 عام. تبارك الله. يعني كتجيك العادة الشهرية ياك؟ نعم. العادة الشهرية كتجيك عادية؟ وهاد الحبوب كيبانو حتى كتقرب العادة الشهرية ولا عندك دائما؟ لا. هادوك الحبيبات الرقاق اللي عندك في وجهك؟ لا 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 غير من الدهون، غير الا كليت شي حاجة. يعني عارفة السبب. هو عارفة السبب، هو ملي عارفة السبب حيدي داك الحاجة اللي كتاكليها. خدي الخضر بزاف، خدي العصير، ملي تجي تنعسي بالليل خدي الماء ديال اللفت. خدي جوج معالق ديال الماء ديال اللفت وجوج معالق ديال المورد، مسحي بهم الوجه ديالك. لا غد لي عاوتاني ديري جوج معالق ديال الخيار، الماء ديال الخيار وجوج معالق ديال المورد، مسحي بهم الوجه ديالك. وتجنبي الماكله اللي كتاكليه وكتعطيك هاد يعني الدهون، يعني كتكون الدهون وكتكون التغذيه غير متوازنه هي اللي كتعطينا هاد الاعراض ديال حب الشباب. يعني اللفت مزيان الماء ديالو تمسح به الوجه ديالك مع المورد، دائما نخفوه بالمورد والخيار نخفوه مع المورد، حتى البابونج والمعدنوس غير ملي تاكل دابا الدلاح ولا البطيخ ديك القشره تبقى تحك بها وجهها بان ما تاكل. واخا. وبالنسبه للشعر تكلمنا على زيت الكوكو مزيان من البدايه ديال الحلقه، راه عطيت الوصفات ديال الشعر. ناخذوا معنا فتيحه من مكناس. الو 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 فتيحه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا لاله. شكركم على هذا البرنامج. الله يبارك فيكم. شكرا لك. الله يعطيكم الصحه وعواشركم بخير. يا ربي انا وانت ما شاء الله. الله يبارك فيك. عفاك بغيت نسقسي هذا المتخصصه معك في البرنامج. عندي طيتي انا غليظة من الفوق وما عنديش زعما الفخاد وهداك الشيء، ولكن عندي الكرش خارجة. فاش تلبس الرومي أو لا تلبس هذا البلديم تيهواتيني، شو بغيت نحيد البطن إلا جات على خاطركم. لا بالنسبة شوف الأخت، بالنسبة للبطن اللي كانت عندك البطن كبيرة، أنا من الأحسن نعطيك تمشي استشارة طبية يعني اختصاصي ديال التغذية ياك، وغتشوف النسبة ديال الدهون اللي عندك في البطن ديالك، وقدر يكون عندك انتفاخ ديال الليغاز. لا يقدر يكون عندك الانتفاخ من الليغاز ولا من جهة الجوف. من الأحسن شوفي الانتفاخ السبب ديالو، واش عندك دهون ولا عندك انتفاخ من ديال الغازات ولا شي حاجة، فهمتي؟ ما تبقاش تخلطي حتى تأكديش أنه عندك. وكاين زيوت وكاين الرياضه وكاين حركات اللي ديريها في الدار وكتحد من هذا المشكل. اختصاصي في الطب الباطني يعني كيشوف المشكل ديال الانتفاخ. لانه الا نقصت من هذا المشكل ديال الانتفاخ، وحتى الطبيب يعني اختصاصي في الامراض الباطنيه ولا في الجهاز الهضمي كيعرف مثلا ملي شاف انتفاخ، راه بعد نوبات كيكون كيلو ديال النفاخ ولا مثلا مشكل يعني في واحد حامله في البطن، خاصه هي قالت لي راه ضعيفه والبطن يعني من الاحسن تمشي للاستشاره. انا كنصحك تخرج من هذا المشكل وديك الساعه تبقى في الصحه في التغذيه الصحيه. من الاحسن. معنا نورة من راشدية. أهلا أستاذ، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله نورة. لا الله يخليك بغيت نسولك عافاك على إيه؟ عندي. تفضلي بنيتي عندك مالها؟ عافاك محروقة بقلب على الزيت. إيه؟ عام تكون واقيلا عام هذا. وأنا دلاشي هذيك بلاصة الشعر. الشعر؟ واش في الشعر ديالها؟ لا غير في قدام هنا حدا الجبهة ديالها. يعني واش كبير؟ ما نبتش لهذيك البلاصه اللي تحرقات فيها ياك؟ لا ما نبتش فيها الشعر. هي انه هي عاده ملي كيوقع ملي كتحرق البشره كيتسدك المسام ديال هذا وكتوقع كتولي ديك الجلده ليضة، ما كتخليش الزغبه تكبر. هذه يعني باش نقول لها تمشي عند انا نقدر نعطيها، غادي نعطيها شنو دير، ولكن من الاحسن تكون عندها واحد تبقى متبعه مع الطبيب ديال الجلد من الاحسن. وهو غيعطيها واحد الكريمات اللي كترطب ذاك المنطقه، وخاصه الا كتكون باقا جديده يعني الحرقه ما دازتش عليها واحد المده طويله. قالت تقريبا عام. هي يمكن لا تاخذ غير الورقه ديال الكرموس ذاك هذا الكرموس الشريحه الشجره ذاك الورقه، تاخذ الماء ديالها تدق وتاخذ ذاك الماء ديالها وتضيف هذاك الماء ديالها تكون بحال الحليب. لا لا الورقه كتبقى العصاره ديال الورقه كتاخذ منها جوج معالق ثلاثه المعالق وتخفى بزيت الزنجلان ولا زيت الخروع ولا زيت القرقاع وكتخلطهم وكتبقى تدلكلا بها ديك المنطقه باش كترطاب ديك البلاصه. يعني داوم عليها راه كتعطي نتيجه ولكن مع المداومه.
حد ما البنيته باقا صغيره راه غتلقى نتيجه، وهذا دير هذه العمليه هذه وتمشي ودائما تكون استشاره طبيه وتاخذ العظمه ديال التمر الدقوم يعني تحرقهم الدقوم وتخلطهم مع زيت الخروع وتبقى تدلكلها ديك المنطقه يعني مزيانه فعلا يعني هادو بساط وكيرهفوا داك الطبقه اللي كتغلط ديال الشعرين داك اللي كتغلط داك كتولي بحال القشره غليظه بحال القشره هذه بحال تخبقى كترقى مع الوقت وكينبت الشعر. ناخذوا اخر مكالمه معنا اليوم للاسف مابقاشنا الوقت. مريم من مراكش. الو مريم. الو مريم. مرحبا مريم. مرحبا بك اختي سالي. الله يبارك فيك. شكرا بارك الله فيك. عندي واحد السؤال. ايه احنا في الاستماع. مرحبا شنو هو؟ في وجه. شحال في عمرك؟ 22. الكلف واش مزوجه انت؟ لا لا الكلف ديال الشمس. درتي شي كريمات لوجهك؟ درتي شي حاجه؟ ايه درت واحد الكريم وجهي ولي دار ليا. واخا المهم انا خدي النمره ديالي من ياك باش نتواصل معك وانا غادي نعطيك شنو ديري. حاولي ما امكن تفادي دابا حتى شي كريمه ما ديري على وجهك من غير واقي شمسي فقط يعني ما دير حتى شي كريمه. تاخذ واقي شمسي انا نعطيك السميه ديالو تاخذيه من الصيدليه وتلتجئي المواد الطبيعيه يعني تاخذي اللوز الحار معلقه ديال اللوز الحار وتاخذي واحد اللفته طيبيها شويه في الماء طحنيها وتخلطي واحد الكميه مع اللوز الحار وديريه قناع يوميا على الوجه ديالك مده 20 دقيقه وكل ليله ملي تجي تنعس تاخذي الماء ديال اللفت يعني جوج معالق ديال الماء ديال اللفت وتخفيه بالماء ورد وتمسحي به الوجه ديالك بالقطن يعني دومي عليه مده اسبوع واعطيني النتيجه. ولكن حاولي تفادي جميع الكريمات والشامبوانات اللي كتمشي للحمام حاولي تفادي الشامبوانات الكيماويه وبعدي من الصابون ديال الريحه يعني خدي الشامبوان الصابونيه الطبيعيه ومن بعد نقول لك شنو ديري عاوتاني. اذا كنشكرك بزاف خبيره الشعر والتجميل حريه شويخ على هذه النصائح. نختموا معك بشوربه ياك. الشوربه اللي نتمنى يدوموا عليها في هذا الفصل. عندنا الجزر نص كيلو ديال الجزر وعندنا تقريبا كاس ديال الذره وعندنا تقريبا واحد شويه ديال الاوراق ديال المعدنوس. كنطيبوا هذه المكونات وكنطحنوها وكنضيفوا لها السويهله يعني الجزر نص كيلو تخيزو قلت لنا والذره وكاس يعني ديال الذره وشويه ديال الاوراق ديال المعدنوس. كنطيب هذه المكونات ونطحنوها وكنضيفوا لها طريف ديال السويهله يعني جوج طريفات ديال السويهله حتى لثلاثه هذا كعصير وفي نفس الوقت كشوربه. اللي بغات تستعملوا الشوربه استعملوا اللي بغات تستعملوا عصير ويكون خاصه في الليمات اللي غنكونوا غنمشيو للبحر ولا غنمشيو للمسبح نقيلوا في الشمس. واخا تبارك الله عليك خبيره الشعر والتجميل حريه شويخ. مشكوره جدا على كل هذه النصائح اللي قدمتي لنا اليوم واكيد ان شاء الله نلتقي بك الاسبوع المقبل والمزيد من النصائح التجميليه. شكرا لكم مستمعينا للوفاء ديالكم برنامج اللامولاتي. لكم تحيات مجدولين على مال ادريسي اللي رافقتنا اليوم في الاخراج والبرمجه الموسيقيه سميحه شوبي. مشكوره جدا في التنسيق واستقبال مكالماتكم الهاتفيه. نتمنى لكم بقيه اوقات ممتعه جدا برفقتنا على ميد راديو الاذاعه القريبه منكم.